أهلنا أبناء حلب الكرام، تحية لكل فرد من أبطال جيشنا العظيم ومن خلفهم قواتنا الرديفة. أما في عالمنا الحقيقي، موسى بدنا يقولوا لك موسى 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 على الثورة، قول الله الله. سوريا سوريا، بشار غصب عنك وعن أبوك. تحية لصلابة أجسادهم في البرد والصقيع، ونحن ننعم بالدفء والأمان. وهذا ما حصل. وين جاكيتك؟ ما عندي، أبوي مات ما بحد يشتري لي. ليك التلج والله برد، حكمنا يومين ثلاثة برد شديد كتير كتير. تحية الإيمان بالله والوطن، تحية الشجاعة والتضحية، يحملها إليكم جيشنا العربي السوري على أجساد مقاتليه. أما في عالمنا الحقيقي، كوت عظامه كوت عظامه هي بجرك. يلا قاعد قاعد انت، ما بدك شغل. لا لا خلص، طلع طلع ايدك ايدك. إن جيشنا العربي السوري لن يتوانى عن القيام بواجباته الوطنية، ولن يكون إلا كما كان جيشا من الشعب وله. وهذا ما حصل، هذا ما رأيناه في حلب وغيرها من المدن السورية. بيت الجيش نكت الكل. هاي واحد يعطيها في بلا بريق، بلا بريق. بكره تلاقوا على الارض ان شاء الله. باذن الله. ليك هو ها ها ها، شوفوا ليك هو ها، على الارض ان شاء الله، بكره بعد بكره ان شاء الله، ما لنا فاضي. انا بدار الكليب اخواتي، ما بدي اخليكم دار على دار ولا حجر على حجر. يا كليب انتوا شلت ارهابيين، وانكمشت واحد فيكم بدي اذبحكم واحد واحد. تحية لاشقائنا واصدقائنا وحلفائنا الذين كانوا مع الجيش كتفا بكتفي على الأرض، ونسورا حامية بالسماء. أما في عالمنا الحقيقي، الله أكبر. день добрый، приветствуем вас в населенном пункте زربة. عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، من اليتامى والثكالى والأرامل، وكان لابد من أن تدفع حلب ثمنا كبيرا. وبهذا المنطق فإن حلب انتصرت وسوريا انتصرت. وهذا ما حصل. أنا عم بشحد لشان يعيش أولادي وتعيش أمي اللي عمرها 60 سنة. تقولوا عم بشحد؟ نعم أنا عم بشحد، جيبوا لي شيء أوي أولادي فيه ونيمهم ودفيهم لما يموتوا، ما ماتوا بالقصف لما يموتوا من البرد.